بقال الله. بقال الله سيادة المستشار. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عمرو؟ أمنية بعد إذنك لو سمحت. ازيك يا عمرو؟ بقال الله أمنية. ونعم بالله. شكرا. معلش محتاجينك تيجي معانا القسم. ليه في إيه؟ حازم جراله حاجة ولا إيه؟ أه حازم كويس. في إيه يا عمرو؟ أمنية مطلوب القبض عليها. إيه؟ إيه اللي حصل؟ الأدلة أثبتت إن أمنية ليها علاقة باختفاء نور. أمنية! الله 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 الله. بالهدوء كده هتيجي معانا عشان نتحاسب راجل لراجل. راجل لراجل ازاي وانت جاي في منطقتي ورافع عليا مسدس؟ سيبك انت، عجبتني الدخل ان قلبك يموت تغيلي لغايه هنا عشان تعمل اللقطه دي، تستاهل التحليه. ارفع ايدك فوق وامشي قدامي. نزل انت ده، انا اللي عايز اجي معاك عشان عايز اشوف اخرك. هتوه على السلامة مملكة. عاش يا طوح. بص يا أمنية، أنا مش عايزك تتوتري، وأنت أكيد قاعدة هنا وعارفة إن إحنا عايزين نساعدك، يعني اعتبريها إن إحنا قاعدين بندردش. ويا ريت يا أمنية أي حاجة تعرفيها تقوليها هنا عشان أقدر أساعدك في النيابة. أنا ما عملتش أي حاجة يا جماعة، يعني أنا هقتل أختي مثلا؟ محدش قال إن أنت قتلتيها، احنا عايزين نعرف الحقيقة. انت مالكش دعوة بيا خالص، انا بكرهك بكرهك. يحيى يحيى لو سمحت اسكت عشان نعرف نكمل. حاضر حاضر هسكت. انت السبب في كل اللي بيحصل لنا، حرام عليك يا اخي. امنية لو سمحت خليكي معايا، كلمي معايا. اكيد حازم قالك ان الكاميرات جابت نور بعد ما نزلت انها كانت بتشاور لحد فوق في البلكونة، مظبوط؟ حازم قال لي، وانا قلت له ان انا كنت نايمة. طب احنا بعد ما رجعنا سجلات المكالمات بتاعت نور لقيناكي مكلماها مكالمه لمده 17 ثانيه بعد ما نزلت بدقيقه. يعني انت كدبتي على حازم ودلوقتي بتكدبي عليا. انا ما بكدبش، انا مش فاكره اي حاجه اصلا، مش فاكره. وبعدين ممكن تكون ماما الله يرحمها هي اللي شاورت لها وهي اللي كلمتها. يعني انت وصلت بيك البجاحه انك تتبلي على امك اللي بين ايدين ربنا؟ ما تنطقي وتقول الحقيقة وخلاص. يحيى اطلع بره. شاكر طلع يحيى بره، مش عارف اشتغل. يا يحيى ما ينفعش كده، خلينا نكمل يا اخي. يا اما تطلع بره. اصرارك على الكذب ده معناه انك ليكي ايد في قتل نور. قسما بالله يا امنيه لو اكتشفت ده ما هسيبك الا وحبل المشنقه ملفوف حوالين رقبتك. وبعدين بقى يا يحيى ما ينفعش كده، اتفضل اطلع بره. وماما برضو اللي مسحت الرسالة اللي جات لك من على تلفون نور بتقول لك فيها يا أمنية أنا كويسة؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة. يا رب خدي بقى، يا رب خدي بقى، يا رب أموت بقى، يا رب أموت، ما عملتش حاجة. طيب أنا عشان العشرة والعيش والملح كنت عايزة أساعدك.
بس واضح ان انت اللي مش عايزة تساعدي نفسك. يا امين خدها يا ابني على الحجز. طول عمري كنت بسمع ان بابا عمل ثروته من غسيل الاموال اعمال المشروع وكل الكلام ده، بس ما كنتش بصدق او ما كنتش عايزه اصدق. لو عرفت ان انت ورا كل ده مفعلش مني. انت قادره تتسببي بحبس بيك؟ هحبسه لو هو فعلا عمل كده، هحبسه. ساعتها هتبقي خسرت الزوج والأب. أيوة يا يحيى، معلش أنا أسفة بكلمك متأخر شوية. معلش أنا محتاجة مساعدتك. ايه يا لوكي؟ زعلانة ليه؟ عشان ما بقيتش بتخرجني وتفسحني زي زمان. طب ما انا عندي شغل كتير. ليه كده؟ احنا اتفقنا ان اللي يكذب التاني يقرصه. بعدين انا سمعت اصلا نانا بتقول انك سبت الشغل. انا ما بكذبش عليك يا حبيبتي، انا فعلا عندي شغل تاني. طب بص، انا ماليش دعوة، انا عايزة اخرج وعايزة فساتين جديدة. طب يلا قومي دهسي. يا نينا ريحي هتخرجني. يا سوسو تعالي لبسيني. يحيى ايه الحكايه؟ بنت بقالها شويه محبوسه وانا بصراحه مقصر في حقها. بس هتعرف يعني تلعب معاها وتضحك معاها وانت في الحاله دي؟ انا نفسي محتاج مليكه. هي الوحيده اللي بتعرف تخرجني من حاله الحزن دي. كويس انك فكرت بالطريقه دي. كويس. خير يا ماما؟ في ايه؟ سعاد عمتها اتصلت وعايزه تاخد البنت. هو احنا مش كنا خلصنا بقى من الموضوع ده؟ ها؟ لا، والمره دي بتكلمني بقلب جامد، بتقول لي انه طالما البنت عايشه معانا هتتدمر نفسيتها، وبتهددني هترفع علينا قضيه. تضرب دماغها في الحيط. تبقى توريني بقى هتعمل ايه. انا هقوم البس. لو كلمتك خليها تكلمني.